آمني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي أنت مولاي ارحمني واعفو عني. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد وطنت نفسي أن أتكلم اليوم عن مسألتين من المسائل التي تثار على صفحات الجرائد والمجلات ولا يتكلم فيها إلا جهلة الخلق، وهذا حق العلم وحق النصيحة للمسلمين أن نبين وجه الحق فيما يقال، لأن الناس تتصور أن القول إذا قيل ولم يعترض عليه كان حقا، وهذه القاعدة إنما تسري إذا كان المتكلم من أهل العلم ووصل كلامه إلى العلماء فلم يعترضوا عليه مع عدم وجود المانع في الاعتراض أن سكوت أهل العلم إقرار. لكن انتقل هذا الكلام إلى عموم الخلق، إنسان يتكلم ولا يرد عليه يظن بعض الناس أنه حق، وهذا هو الذي يجعلنا نرد. ولكن قبل أن أتكلم عن مسألة رضاع الكبير، أتكلم عن حكم الاستهزاء عموما، فإن الاستهزاء له أحكام شرعية
تمس العقيدة وتمس الأحكام الجزئية في حياة المسلم. رجل استهزأ بالله ورسوله، ما حكمه؟ قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. إذا هذا حكم الله عز وجل في من استهزأ بالله ورسوله أنه كافر. كذلك لو أن رجلا استهزأ بكلمة النكاح فقال لرجل هازلا: أنكحتك ابنتي، يقع النكاح رغما عنه عند طائفة من العلماء، ويسري هذا في أحكام العتق والطلاق أيضا، واحتجوا بالحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ويلف ذلك جميعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيح: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، بيضحك بيلعب، لم يعقد قلبه عليها ولم يردها، إنما قالها ضربة لازم جزافا لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت. الاستهزاء له أحكام. الجماعة اللي بيستهزئوا برضاع الكبير ويطلقون النكاح عليه، أنا أبين لكم على طريقة أهل العلم ما هو رضاع الكبير ولماذا اختلف أهل العلم فيه، ولكن اعلموا أنه لا يوجد عالم في الإسلام قط له في الأمة لسان صدق وعدالة يمكن أن يتكلم في دين الله بالجزاف أي بلا دليل، هذا ما وجدناه قط، لا بد أن يرتكن إلى دليل، قد تعارضه في الدليل، تقول إن دلالة الدليل غير كاملة، الدليل غير صحيح، أي شيء، لكن لا بد أن يكون له مستند. فقبل أن ندخل في مسألة رضاع الكبير هناك عدة مسائل، وهذه المسائل تمهد لرضاع الكبير. المسألة الأولى: حكم اتفقت الأمة جميعا عليه لم يخالف فيه أحد، وهو أن الرضاع يحرم. قال تعالى بعدما ذكر بعض المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، وقال